يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم اليهود لما بعث الله عيسى ابن مريم هل يلزمهم أن يتبعوه، وأن من بقي على دين موسى ولم يتبع عيسى يعد كافرا؟ نعم، من كفر بنبي من الأنبياء فهو كافر بالجميع، حتى النبي الذي يزعم أنه يؤمن به، من كفر بعيسى فهو كافر بموسى بلا شك، كما أن من كفر بمحمد فهو كافر بجميع الأنبياء والمرسلين. الأنبياء يجب الإيمان بهم جميعا، لا يستثنى منهم أحد. نعم.